اذا هون اذا بنقارن ما بين سنجل سيكتر اخذنا هون الافريج ترافلينج تايم، واضح انه كل ما عملت سيكترينج اكثر عم بنزل الافريج ترافلينج تايم، عم بزيد الافريج ويتنج تايم. انا هون وقفت عند 6 سيكترز يعني كل مصعد له سيكتر، وعدد الطوابق في كل سيكتر طابقين 6 مصاعد. فواضح واذا اخذنا الجيرني تايم هلا رغم انه الويتنج تايم عم بزيد، الزياده في الويتنج تايم اقل من النقصان بالترافلينج تايم، فالتوتال اوفرول عماله بينزل، فبصير في عندنا تحسن بالجيرني تايم. بس الهاندي كاباسيتي هون ثابته، ضلها 12% الهاندي كاباسيتي ما تغيرت، لان احنا ما استفدنا من الكار لودينج اللي صار عندي، بس استفدت منه اني نزلت الجيرني تايم ونزلت الترافلينج تايم، فصار في زياده بسيطه في الويتنج تايم. الفائده الحقيقيه راح تكون لما ببدا بعبي هذول الكارز بالسكترينج، بعبيهم للفول كاباسيتي اللي موجوده في حاله السنجل زون، راح يبدا الهاندي كاباسيتي معي يزيد. هون الهاندي كاباسيتي في كل الحالات راح يضل على 12%.